رحمي يا راحتي لعقل ترحامي من جفات طالصخامي كيف نلقى حيور وانتي مسليا روحي يا رمز الفطمة رحمي يا راحتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيرات خواتاتي كراكم دايرين، إن شاء الله تكونوا كاع بخير بصحة جيدة. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا هنا، رانا برا، رانا في سونتر فيل. نهار اليوم مشمس ما شاء الله، نهار تاع الربيع. شوفوا الحمام راه ياكل في الخبز. كان هنا واحد الخباز غي اون فاس يحطوا لهم كسرة ليا بصيفتوها لهم، واحد الشوابين مساكين يجمعوا هنا يفتوا لهم الكسرة. وشوفوا مساكين كي راهم ياكلوا. وهنا كاين قانون في فرنسا الشيرات يقول باللي انتيردي باش توكلي الحمام. الحمام ربي خلقه، ومين ما ياكلش الحمام مسكين علاه خلوه يموت؟ كيما خلق البنادم باش ياكل ويعيش، كيما خلق الحيوانات كيما قال لك العرب ما يديروش عليهم. كاين واحد دي بلاك حاطينهم هنا في بلزانس و اونفيل كاتبين لك انتيردي دو نوري لي بيجون. اما العرب شدوا واحد الحاجه حمراء وشطبوا عليها، داروا كروة باللي حنا ما نصنتولكمش. حنا الحمام هذا خلقو سيدي ربي ولازم له ياكل باش يعيش. كما راكم تشوفوا هنا غادي نروح لابوست، وماما عندها رونديفو عند دونتيست غير هنا حدا لابوست، ومن بعد نروحوا للفارماسي ها ولا تاع بورتو داكس او جوست ا غوش حدا لابوست، ونهودوا تهويده تاع لابورتو داكس. نروحوا نشوفوا الحوانيت بينهم ليبيسري المغربي اللي يبيع لي زيبيس ويبيع الصوالح. خاصني شويه صوالح نشريهم من عنده. هنا راني عند لا فارماسي، راني قارح في ماما تشري في الدواء. وهنايا كاين هذا التاست تاع الكوفيد، راهو من دازما، راهو هنا فيك في 3 موا ولا راهو هنا. اللي بغى يدير التاست يشوف روحه يدخل تما يتيستو له بالخف ويقولوا له. وهنا رانا مهودين كما راكم تشوفوا، رانا في لا غوداكس. هنايا امير كوتيور عنده قفاطن سور كوموند وقفاطن واجدين كما طلع لكم. هذه هي لا غوداكس بالي دور. هنايا كاين البيجوتري. هذه لا غوداكس فيها طريق السياره كما نقولوا حنا في غليزان، طريق السياره هي لا غوداكس فيها السياره بزاف. انا ثاني كاين هاد لا بوتيك تاع كل لوازم العرايس، لي روب بلونش لي كافتون اللي تحوس عليها كاينه. كاين ثاني هنايا شوفوا هاد الحانوت يبيع هاد التشناغل تاع الصيف، حطوهم الصنادل تشناغل غير 5 اورو تاع الصغار وتاع الكبار. لي صندال 15 اورو، هذا ما راه جاي دروك الصيف. كاين هادوك 15 اورو كاين 12 اورو 50 سا ديبون تحاتا كاع لهم في الارض وكاع 5 اورو. وهنا رانا دخلنا عند ليبيسري شوفوا شا عنده. عنده كاع الصوالح اللي خاصك هنايا، البرقوق الزبيب اللوز الكاوكاو نوات كوكو كلشي 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 كاين ما شاء الله اللي تحوسي عليها كاينه. باغي نشري من عندها شويه تاع لي زيبيس كرويه وقرفه وكاع. راني شاريه تاني من كاش، مي غير بغيت نزيد نشري منها هاكا. الواحد يوجد صوالح رمضان وخطره تشري شويه وخطره تخطفي شويه حتى تصيبي كاع اللوازم تاعك شريتهم. خاطش كون تروحي كاع في ضربه وحده تشريهم غادي تدوخي وما تعرفيش روحك شنو شريتي. على ديك اللي تفكري هادي ليها في لا ليست روحي شري من دروك. انا كيما هاكا ندير، وين ما نخرج نشري شويه صوالح حتى نصيب روحي كاع صوالحي تاع رمضان اللوازم تاع رمضان كاع شريتهم. هنا بعد ما خرجت تاني رانا غير في لا روي داكس ندورو. هنا راهو هذا حاط يبيع لي فاليز ولي ساك، و او ميم طون داير فيترينا فيها بلاكيور كيما راكم تشوفوا يبان ذهب. بلاكيور ما شاء الله يبان ذهب الخوات 20 اورو. عنده لي باغور، عنده سناسل، لي غورمات، ماشي داير لي بري تاعهم. هنا قبل كانت الفيترينا معمره على هكا نظن، خوا منهم ولا شراهم والله ما على بالي. ماشي بان مليح، غادي ندور شويه سوغ لو كوتي بالك يبان لكم. كيما هكا كاين دي باغور شابين والله غير يبانو ذهب عيشه قليل. البسي بلاكيور وما ما تزيريش والديك ولا تزيري راجلك ولا مسكين ما عندوش، ولا والديك مساكين تاني ما يقدروش يشرو الذهب. الذهب ماشي بالسيف، والانسان اللي هو قليل والله غالب حدو قدو تشري هاد لي زاكسيسوار كيما هكا تاع بلاكيور تزيني بهم. ما كاش اللي يعرفهم لا ذهب ولا بلاكيور، وغير بشويه بشويه ربي كيما قال لك يفرجها وتشري الذهب وتشري كيما الصياغه كيما تاع النساء. هذه نصيحه للبنات اللي رايحين يتزوجوا كاع. هنا راني رايحه لمارشي سولي شيرات، كاين هذا انيتيال تاني يبيع قش شباب تاع لي جون. نصيحه للبنات صغارات اللي رايحين يتزوجوا
اما اللي عنده الدراهم كما قال لك اللي عنده كل يوم عيده، والفقراء واللي الناس هما متوسطين مساكين وكاع الله غالب عليهم، اشري راه كاين بلاكيور ما شاء الله دو بون كاليتي، اشري تزيني به كما قالك التصديره ولا غير تاع البراز برك بعد ما مد الذهب وما توليش ديريه نبدا واحد شرينا الذهب وراه قاعد غير في لي كوفر، غير كما قالك قدام الناس تلبسي ما تخرجيش خاويه، وهذه هي الدنيا كما قالك دي باني غير بالبلاكيور، وسعر ربي فرج ان شاء الله وتشري الذهب وتشبعي من الذهب، ما تضليش تزيري في والديك وتزيري في سيرتو لك راجلك مسكين تاني ما عندوش فقير الحال، يدير لك خاتم ولا منقوش ولا، وبشويه بشويه ويدير لك غير الهنا، الزواج هو الهنا، تكوني مهنيه برك، ما الذهب ما غاديش كما قال لك يعيشك المعيشه اللي كتحوسي عليها، الذهب حاجه زياده برك، الفاني كما نقولوا حنا فاني هذاك حاجه زياده برك. وهذه يا خواتاتنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا القصد تاعي، يعني الواحد يعيش على حسابه وما كان له تكلفي نفسك كما قال الله تعالى في الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دونك صدق الله العظيم واحد يتمشى على حسابه وعلى حساب والديه على حساب الراجل اللي راح تزوج به، باسكو وحده راهي خطره هضرت معايا وقالت لي خاطبها واحد ولكن قالت لي فقير الحال، قلتها الفقر ماهوش عيب، دونك واحد من يكون فقير ماهوش عيب، هنا شريت انا دخلنا المخشي صولي خليكم معايا تفرجوا ومام توني نحكي في هذه الحكايه، قلتها الفقر عمره ولا كان عيب حاشا، الرسول عليه الصلاه والسلام عاش يتيما وفقيرا ماشي عيب، كما قال لك مهم كل راجل برك، قلت لي خدام ولكن خدمه تاعو زعما ما يخلش بزاف فيها، عنده صالير ضعيف بزاف، قلت لي وانا تاني كبرت واني نشوف بلي بحال هذا وقتي تاع الزواج، قلت لي قبلت به وندمت وتعالاه تندمي، قلت لي خاطرش ما قدرش يدير لي الذهب، قال لي ندير لك غير خاتم تاع الخطوبه ومنقوش خفيف، الو قلت لها معليش الا كي باغيه الستره وكي عرفتها بلي راجل ومسقم وتعرفي بلي يتهلا فيك غير تزوجي به، قلت لها سقسي عليه ولا قالوا لك ناس ملاح وكما قال لك خدام وعاقل ورايح ان شاء الله هي يتهلا فيه، قلت لها غير تزوجي، اما قلت لها كنتي سقسيتي عليه وقال لك ما كان حاله ولا زيد هو مشي خدام مشي زعما ماهوش قاد بروحه زعما قليل فقير الحال مسكين ما عنده خلطه تاعو، قالت لي 600 خلص 600000 خبروني الشيرات في البلاد شادير 600000 ما ماهيش بحال خلصه اللي الانسان يعيش بها غايه غايه، ولكن تكون هي قانعه وتكون بالقناعه راح تعيش ان شاء الله، على دي قلت لها سقسي عليه الا كان هو ناس ملاح وولد فاميليا راح تعيشي معه بالقلاله وتعيشي معه وربي يفتح عليه ويصيب ان شاء الله خدمه ما احسن من هذه، يصيب الخدمه كما قال لك غير شدوا فيه ربي سبحانه ان شاء الله منها كيصيب خدمه اللي يكون الصالغ تاعو الدوبل تاعها ولا التريبل ان شاء الله. هذه يا اختي الموضوع تاع اليوم راهو عليك، عليك اختي تشري بلاكيور، وكاين في البلاد ما شاء الله بلاكيور تاني راهو شباب وراه فيه الغارونتي، اشري بلاكيور تشنشني روحك بالبلاكيور، شكون اللي شافك ديري شنال راجلك الا تبغيه بالصح وعرفته باللي غادي يعيشك وتعيشي معاه مليح، ديري شنال روحك اختي اشري بلاكيور ولبسيه عندك كيما قالك غير ليله ولا زوج تبرزي به قدام الناس، ما غاديش يجوا يعيروه لك ويقول لك بلاكيور هذه ديرها مليح في راسك، هذيك كي تلبسي يقول لك راهي لابسه الذهب ما شاء الله ما عرفوش، سيرتو دروك البلاكيور تاع دروك راه يبان كيما الذهب ما تطيقيش تعرفيه الا هو بلاكيور تاع بكري كان يجي صفر يبري هذاك اللي كانوا يجيبوه لنا من مكه الشيرات، هذاك واه يبان بلاكيور من بعيد يبان يبري، اما تاع الان كيما وريتها لكم دروك والله غير يبان يبان تقول ذهب زعما كون تهضري شتي وتقولي بلي بلاكيور والله غير يبان ذهب، هاي هذيك يا اختي شري كيما قلت لك وديجا راني قلتها لك من قبل غير بالبلاكيور، وان شاء الله ربي يكمل لك بالخير ويكون ان شاء الله الزوج صالح اللي يتهلا فيك وربي يفرج عليه ان شاء الله بخدمه واخد اخرى، ما تحسيش صبري وربي ان شاء الله يفرجها عليك، كل شيء مع الصبر كل شيء كل شيء بالصبر. هذه هي الشيرات خواتاتي، بغيت نوصل هذا الميساج لاختنا اللي كانت تكلمت معايا وخايفة لا تتزوج بهذا الفقير اللي مسكين ما قدر يجيب لها غير خاتم ومنقوش، قالها هذا اللي نطيق عليه، نقولك عولي والباقي على ربي ان شاء الله وتكلي على ربي وربي يفرج. الشيرات هنا ماما راهي باغي تشري جلابة تاع صالات من مارشي سولي، عندها زوج تاع لي كولور بغات تبدل، قالت لي نشريها في البلون، دونك دات هذيك البلون
غادير دي زورو هنايا لي غوب دو سواغي الكراك والبلايز كلشي كاين في مارشي سولاي اللي تحوسوا عليه كاين الشيرات القفاطن كيما تبغوا كاين كلشي كلشي هنا غادي نروح لواحد الاخ هنا راهو في الكوا راه يبيع صوالح تاع الكاطو قالوا لي جاب صوالح ما شاء الله دونك راني رايحه نصور عنده قبل ما نروح عنده راني دخلت عند الاخ تونسي حايك المرمى قال لي راهو كاين انا ما عرفتوش الا كان حر ولا لا ما عرفتش الكاليتي قال لي يدير تاع تونس هذا يدير 30 يورو قال لي نساعدكم لو بغيتو تشرو ما عرفتش الا كان حر ولا لا انا ما نعرفش الحياك كون كانت مرا حدايا كبيره ولا تعرف نسقسيها في البلاد قالوا لي راه يدير 3 ملايين شيرات وهذه فوطه قال لي هذه تاع العرايس التونسيات يلبسوها فوطه دير 20 يورو في البلاد قالوا لنا راه 3 مليون شيرات راسك يدور الحايك اللي كان بكري غير 200 الف راه 3 مليون دونك مانيش عارفه الا كان حر ولا لا الا كان حر روح نشري من عندها انا تاع 10 ولا 20 نهودهم البلاد نبيعهم 3 مليون ندير لافير والله العظيم الا كان حر ندير لافير نهود تاع 20 واحد ولا ونبيعهم في البلاد ما نعرف الله اعلم والله ما عرفت الكاليتي ما نحسيش المهم هذا هو الحانوت اللي بيعلم ماشي حانوت حاطيها هكا في كوان هذه مارشي سولاي شيرات جاي كيما لافوار تاع البلاد شتو لافوار تاع البلاد كل واحد حاط على جهه كاين اللي عنده حانوت وكاين اللي حاطين هكا على برا دايرين دي كوان هكا وحاطين فيهم عجبني هذا المول تاع الكيك تاع بكري تاع البلاد راهو جابهم بكثره ما شاء الله عنده المول العجيب عنده لي كيسات عنده قبابش الطوابع كاع لي زاكسيسوار تاع الكاطو الشيرات كل ما يخص الحلويات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كل شيء راهو عنده اللي تحوسي عليها راهي كاينه انا قبل كنت نجي عنده قبل 7 شهور كنت نشوفه حاط غير شويه صوالح في الوسط ما كانوش عنده هاد لي زاكسيسوار اما دروك قال لي مازال غادي يجيبه قال لي هكا مانيش معمرو بيا قال لي بزاف صوالح راهم ناقصين غادي نزيد نجيبهم قال لي عاودي رجعي منا على قال لي 20 يوم ولا ان شاء الله يكون كل شيء جا دونك راني صورت لكم هنايا انا عجبوني غير هذوك اللي كيقولها القالب المول الكيك كاينين هادو صغار تاع لي بابا نديرو فيهم لي بابا كاين تاني هادوك القبابش تاع الكاطو كلشي كاين هادوك السنيوات تاع لي بلاطو تاع اون سيليكون لي مولون سيليكون كلش ما شاء الله صوالح المقرود صوالح كلش اللي تحوسي عليها تلقايها ما شاء الله شيرات نقول لكم اللي تسكنوا هنا في مارسي الا بغيتو لي زاكسيسوار تاع الكاطو باش تخدموا الكاطو تاعكم للعيد ان شاء الله ما عليكم تجوا لمارشي سولاي او كاين هذا الاخ هنا حاط في لو كوان عنده لي مول تاع السيليكون بهم تاع الشوكولا العجب المعجب صوالح الجزائر قاعد دخلوا هادو هما شلوا عينيكم الشيرات عنده اون سيليكون وتاع الاينوكس في زوج هذه هي لي كوبات هادو كاين في الفير كاين في الغوز ما عرفتش لو بري تاعهم ماشي حاط بصح ما يكونوش غاليين ما ماشي حاط البري ما يكونوش غاليين هنا لي كولورون كاين لي غو كاين الادوار تاني شوفوا هاد الجلوبات ثلاثه كاين من الكبير للصغير كاين كاري وكاين جلوبا هنايا الادواق ذوق الفراوله ذوق الكراميل ذوق الشوكولا وعطر الفاني وذوق البيستاش هادو ثاني يكونوا 1.50 ولا 2.50 ما يكونوش غاليين وتاع اللوز ثاني عطر اللوز الحلو هذاك مليح في الشاميه عطر اللوز الشيرات ديرها في الشربات كي تسقي تعطيك لوغو تاع اللوز كلي درتي الشاميه تاعك باللوز مداري نديرها انا الشربات تاعك طفي عليها تاع الشاميه وتبرد ديري فيها مغرف صغيره من عطر اللوز الحلو غادي تولي لوغو تاعها اون ديغي الشاميه تاعك درتي فيها اللوز شوفوا هذا كي يقول لهم قوالب تاع السيليكون صوالح المقروض تاع الكري واش كلشي راه كاين وهذوك لي مول ثاني شوفوا كي دايرين حسبتهم تاع السيليكون هما تاع حديد لي كيسات
كل شيء راه كاين وباغي يزيد يجيب. هذا غير شويه مازال، قال لي باقي بزاف صوالح ما جابهمش. انا ديت عليه هذاك المول تاع الكاطو يدير 2.50 €. شوفوا هذه مكتوبه مبروك، مش عارفه كي يستعملوهم هادو. وهادو تاني تاع الكاطو ساك، شت ام وليد تخدم به عجبني، عندها هي في الصفر. هادو تاني جاب منهم، شوفوا شحال كاين من نوع، تاني يكونوا 1.50 € ولا ما يكونوش غاليين. شابين تكوري الحبه تاع الكاطو وتعفسي عليها بهذاك القالب يخرج لك الرشمه تاعو. باغ كونطخ شيرات هادوك هادو تاع كعط اون بابي، راني حوس على هادوك الفينا كيما هادوك كبار هما صغار يحطهم في لي كيسات. كانوا كاينين في مخصي بكثره، راني وين ما نروح نسقسي صوالح الكاطو يقولوا لي ما همش كاينين، دونك راهم ناقصين بزاف في مخصي ما عرفتش علاه. هادوك يجوا شابين في كي تحطهم في لي كيسات، تحطي الورقه تاع الكيسات تحطي هذيك الفينا تحطي فوقها الحبه تاع الكاطو تبان شابه، تبان تقول لابسه بلوزه. هذوك ماهوش كاينين، ماهوش عارفه راهم نقصوا في مخزي. انا كيسات كما راكم تشوفوا هادو يديروا جو كوا 1.50 € تاع المادلين، هادو يديروا 1.50 € ثاني. هاد الدوغي هادو جو كوا يديروا 2 €. وهنا تاني شوفوا اللمبوط تاع البلاستيك تاع البلاد، طوابع تاع المقروض، الجرارة تاع القريوشة، طابع تاع القريوشة تاني الا ما تبغيش ديري بالجرارة، والطوابع تاع مقروض اللوز تاني. كل شيء كاين، كل شيء عجبني بزاف. راه فيه كيما قالك صوالح بكثرة ما شاء الله اللي تحوسي عليها كاينة. وهادو تاع حديد تقال، هادو انا حسبتهم تاع سيليكون. هادو تاني موديل جديد قال لي خرج. وهاد اللوحه تاع الخبز تاع الفطير تاع المطلوع تاع تاع بيتزا، هادي دير 4 €، كاين وحده كبيره عليها شويه دير 5 €. مليح للكسره هكا تخبزي فيها الكسره ولا هكا باش ما تنحرقيش في الطاجين، كيما راهي الخبزه تحطيها فيها وتروحي تقليسيها في الطاجين طيب. هادي 5 € شيرات، هادي كبيره عليها غير شويه، انا بريفيري وحده كيما هادي. انا عندي وحده في الدار بصح كبيره كبير على هادو، نحل فيها المسمن وكاع. وهنايا بعد ما وصلنا للدار نوريكم المشتريات تاعي. كنت شريت هذا المول يدير 2.50 €، مازال ما جربتهش، من بعد نجرب الطياب تاعو كي داير. كنت باغيتهم هادو تاع البلاد اللي يجوا كيما هكا اينوكس، ماشي اينوكس، الومنيوم. كنت شريت هاد الكيسات، هادي دير 1 €، هادو يديروا 1.50 €. هاد الدوغي هادو كاع يديروا 1.50 €، بسكو فيهم بزاف وشابين. هادو تاني كاري 1.50 €، هذا ما راح جاي دروك وقت الكاطو ان شاء الله العيد، الناس من دروك راهم يشرو الشيرات باسكو وقت العيد ما تلقاي والو هنا في مارسي، مع كاين العرب بزاف المسلمين كاع يديروا الكاطو وكاع يدوا صوالح الكاطو، والله ما تلقاي. من دروك يبداو الناس يخطفوا في هاد الصوالح باش كي يجي وقتهم يلقاو كلشي كاين في الدار. هادو تاني يديروا 1 €. كنت شريت هاد الفحم باش نشعل به ندير هذاك البخور، هاد السله كنت شريتها رمضان ان شاء الله تاني دير 2.50 €، وتنبدل مع ما ناكلوش خبز بزاف في رمضان. هاد لي كيسات والله ما عقلت 1.50 € ولا ما عرفت شحال. وهادو شريتهم وحدهم يديروا واقيلا 2 €، شي كيف كيف. دونك نشارك معكم المشتريات اللي كنت شريتها كاع نهار اليوم. هادو تاني تاع المشوك وكاع شوفوا صغيرين 1 €، كيما هادو. كنت شريت تاني شويه تاع لي زيبيس، كنت شريت التمر، هادو تاني 1 € شيرات. هادو جايين متقبين هادو كي لا دونتيل. شريت في الغوز، شريت في الفيغ، وشريت في الموتارد. هادو كاع يديروا 1 € 1 €. موتاختك شابين، خاصهم غير هادوك لا دونتيل تاعهم ما لقيتهاش، غادي نزيد نحوس عليها ان شاء الله بالك نلقاها بروشينمون. هنا كنت شريت الكرويه 1.20 € قيل الكرويه. كنت شريت السيزام اللي هو الجلجلان،
بابريكا فلفله حمراء 1.60 200 غرام، وشريت قرفه عود، شريت جوكوا 2 ساشي ولا 3 ولا ماني عاقله. المهم كرويه ثاني شريت 2 ساشي. هاكا نبداو نوخروا على روحنا باش ان شاء الله رمضان نلقاو صوالحنا كاينين. شريت هذا لاتاي تاع التاج، هذا نبغيه نموت عليه، جاي بنين، راني جربت شحال من ماركه ولكن هذا اللي يعجبني التاج. سكن جبير، جنجبر مطحون، فوالا شرينا تاني. وهي لهادي العبايه اللي تصلي فيها ماما، شوفوا في البيضه الشابه، هي عندها في المارون عندها في البيج، هاد البيضه الشابه باغي تخليها ان شاء الله لسيدنا رمضان تصلي في حاجه جديده. جايه كاغول كما تعرفوهم، هادو تاع الصالات راهم باينين فيها الكاغول تاعها، شابه كتنها شباب وبارد وطريه. يديروا 10 يورو في المارشي سولاي، كاين الوان وانواع، وكاين لي سامبل الشيرات ما فيهمش الورادي، جايين كاع كولور اوني. هذا الخمار كنت شريته من حانوت مجيت مارشي سولاي برا، يدير 3 يورو. شتاني شرينا فوالا، تاني شرينا هادو، شريت ماروخه، شريت التمر، ساعات التمر هذا ما عجبنيش تاع الدقله تاع تونس، حنا مضاني نشرو تاع الجزائر وما لقيتش عند المغربي، وشهيت التمر شريت هذاك حليته في الدار، لقيت الحبه تاعو غير صغيرين ومشي مع السلكي تاع البلاد مش كيما تاعنا. ماروخه دير 1.30 فوالا. هذه كرويه ثاني وخذ اخرى، راني شاريه كرويه والقرفه بالدوبل ما تبت تخيبل. فوالا هادو زوج ثاني. لي ماسك شيرات 50 وحده، راهي دير 5 اورو، 50 ماسك ب 5 اورو كما راكم تشوفوا، دو بواط. وشريت لولدي ثاني اون بواط وحده تاع الدراري، باسكو هادو يجوه كبار مسكين، قلب له هذاك لاستيك اون دو باش يجي قده. هادو تاع الدراري 4.50 علامه شابين وصغار. وهنايا كنت درت المحاجب، ما صورتش معكم محاجب، كنت درت فيهم 3 عبار تاع سميد، في عبار تاع فارينا سميد رطب كاع رطب، شويه ملح، وعلى راس المغرف صغيره تاع خماره تاع كسره، وثلاثة عبار ونص تاع الماء، الماء يكون دافي. درتهم في الروبو بالخف في البيترا، عجنهم لي، خرج لي لاباط شابه، بيستهم ودرت لهم الزيت ودرت لاصوص تاعي كما تعرفوا. ما صورتهمش خساره، ولكن خطا اخرى ان شاء الله الا درتهم نصورهم لكم. وهنا هاد الحبات ربعه اللي بقاو لي بلا لاصوص، كنت درتهم مسمن، نشربوا بهم قهوه الغدوه من داك ان شاء الله. دونك الشيرات هادو هما المشتريات تاعي، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. وهذا هو المسمن والمحاجب، ان شاء الله يعجبوكم. وبغيت نوري لكم، كاين خواتات سقساوني قالوا لي ما عرفناش المغازان تاع توتا نوغو اللي جاي في البولفار بولفار دو لا ميزون بلونج، ما عرفوش وين جاي. دونك اون بروفيتون اليوم كنت برا في التعليه، كنت نقارع هنا في واحد الحانوت يحل. اون بليس شوفوا صورتها لكم وزوميتها لكم، ها ولا توتا نوغو مسيو انوغو، شوفوا وين جاي مقابل هذا لي بغيغي تاع الصفاء، يبيع الكتبه تاع القران، يبيع التبخيره، يبيع كاع صوالح الرقيه. وهنا كاين الرقيه الشرعيه راهي اون فاس ليه لو بلوكسي كيما راكم تشوفوا. هذا هو البولفار دو لا ميزون بلونش، راني صورتها لكم وزدتها لكم في هذا الفيديو.